راح نتحدث عن بعض التطبيقات اللي استحدثت في الموبايلات، على سبيل المثال بوابة أور الوطنية. طبعا هذه المنصة منصة جدا رائعة وبها الكثير من الخدمات لجميع الوزارات والدوائر. طريقة التقديم عليه تسوي به حساب أكيد عن طريق رقم الهاتف، تنزل رقم تليفونك، راح يجي كود، تنزل كود وتسجل الدخول أكيد، وتنزل اسمك واسم أبوك واسم جدك واسم الرابع واللقب واسم الأم إلى آخره والمواليد، تمام؟ في حال إذا ما صار عن طريق الموبايل، لربما ما يجيك الكود عن طريق الموبايل، يقول لك جرب طريقة أخرى عن طريق البريد الإلكتروني، وأكيد راح يجيك كود عن طريق البريد الإلكتروني وتدخل الكود وراح أكيد تدخل إلى منصة أور. عندي ملاحظة جدا بسيطة أتمنى من القائمين على منصة أور الوطنية، كل تطبيق المفروض من ينزل في خدمة المواطن بالموبايلات يجب أن تكون هناك خاصية حذف الحساب. أنت راح تنزل معلوماتك الصحيحة، اسمك الصريح، أبوك، أمك، جدك، مواليدك، اسم أمك، رقم تليفونك، اسم صريح، تمام، ورقم البطاقة الوطنية. يطلب من عندك رقم البطاقة الوطنية، يعني أنت مستمسكات أصلية، يطلب من عندك معلومات صحيحة، تمام. لكن أكو فقرة جدا مهمة، فقرة حذف الحساب، هذه الخاصية ما موجودة في منصة أور الوطنية. نتمنى من القائمين على منصة أور الوطنية تحديث هذه الفقرة حذف الحساب. على سبيل المثال أنا مثلا بقيت فترة على المنصة زين وأريد أحذف الحساب، ياب الموبايل من عندي ضاع، أريد أغير موبايل، أريد أحذف الحساب، ليش هاي الخاصية ما متوفرة في منصة أور الوطنية؟ نتمنى أن تحدثون هذه الفقرة حذف الحساب. وأي تطبيق ينزل لأي وزارة، دخلت على تطبيق هيئة التقاعد الوطنية ردت أشوف معلومات كذا، أشوف مثلا هذا الشخص يحتاج لتحديث معلومات، دخلت نزلت الرقم التقاعدي والاسم وكذا، دا أنزل معلومات والصورة والرقم وكذا، ما دخلني نهائيا، ما أعرف هذا التطبيق واقف بعد ما متفعل كهيئة تقاعد مفعلين هذا التطبيق، أنا حاولت به وما صار، أريد يدخل يقول لي فشلت المحاولة، فشلت المحاولة. نتمنى النظر بهذا الموضوع من قبل هيئة التقاعد. أيضا أكو أمر جدا مهم فيما يخص المرور العامة، قالوا راح ننزل تطبيق بالسوق بلاي اسم المرور الذكي. لحد هذه اللحظة المرور الذكي ما موجود، ما موجود، يعني الشخص يريد يستعلم عن الغرامات المرورية ما يقدر. وقبل كنتوا موجودين في منصة أور ولغيتوا هذه الفقرة أيضا والتطبيق ما نزل، شنو السبب ما أعرف. نتمنى من مديرية المرور العامة تفعيل المرور الذكي حتى المواطن يقدر يدخل ويستعلم عن الغرامات، ايش قد على سيارته غرامات، تمام. وكم ملاحظة جدا مهمة بخصوص اللوحات الجديدة، مشاهدينا الكرام، اللوحات الجديدة اللي سنويته ساقطة من تروح تغير سنوية راح تجبر على انه تغير سنوية وتغير لوحة، تمام، راح ينطوك اللوحة الجديدة في حال السنوية مالتك منتهية. حال بعد سيارتك الى شخص اخر راح تنجبر ايضا تغيير سنوية ونقل ملكية الى الشخص المشتري. فخلي في بالكم اذا سنويتك منتهية اكيد راح تجدد السنوية، راح تنجبر على انه تغير السنوية وشد لوحة جديدة، اللوحة الدولية، واللي يبيع سيارته أيضا راح ينجبر على أنه يغير السنوية وبعدين يحول الملكية إلى الشخص المشتري بلوحة جديدة، لكن نفس الرقم، نفس رقم سيارتك بس اللوحة راح تكون جديدة، مثلا بغداد رقم 11 ورقمك القديم رقم السيارة، تمام. هذه الملاحظات نتمنى أن تأخذوها بنظر الاعتبار. تقبل تحياتي، الإعلامي علي الدلوي.